ما الذي يدعو المتعبين إلى اللعب؟ ما الذي يدعو الحزين إلى الغناء؟ وما الذي يأتي بشاعر مثلي لاحتفال كهذا؟ اللعب زيارة قصيرة لعالم بديل، ساعتان من المساواة والعدل. فلا ترى فريقا يلعب بأحذية نفاثة مثلا وفريقا حافيا، ولا فريقا مسموحا له بالركض في طول الملعب وعرضه، وآخر يحتاج لاعبوه تأشيرات ليجتازوا خط الوسط. وعندما تكون الكرة في الميدان فالتسديد مسموح به للفريقين، وفي النهاية يبقى الجميع بصحة جيدة، لم يسل إلا العرق ولم يعلو الصراخ إلا تطوعا. ليست هذه لعبة يا سادة، هو شيء تقترحه هذه البلاد والشعوب، بل لم تزل تقترحه البشرية على نفسها منذ كانت. حلم عمره ساعتان وعمره الأبد، يقترب كلما حاولوا إبعاده. هذا الذي يدعو المتعبين إلى اللعب، وهذا هو الفوز الحقيقي في نهاية المطاف.